خلينا ناخد البورصة، أو البورصة أنت الشركات الخاسرة أو الشركات اللي مش موفقة شلتها، فاختصرت على 9 فرق اللي هم التسع بنسميهم شركات عشان البورصة، لكن هم أندية محترمة كلها. بورصة إسلام سامي، يلا بينا. يلا بينا كابتن. هنقول في سهم طالع زي البورصة وسهم نزل. فالسهم الأخضر هيروح أول حاجة للأهلي. سهم أخضر في كسبان المصري 4-0، الفريق متألق بشدة. هروح للزمالك، سهم أحمر. الزمالك بعد ما كان متقدم نازل. الزمالك بعد ما كان متقدم قدر يتعادل بيراميدز معاه. بيراميدز كمان انا بقول خسر نقطتين، كان الطبيعي بيراميدز بالبدايه دي ان هو يكون ليه التفوق. الاتحاد السكندري سهم طالع من وجهه نظري كابتن طارق والفرقه. الاسماعيلي سهم نازل. المصري سهم نازل بدايه غير متوقعه. واخر ثلاث فرق اديهم سهم طالع بشده. الثلاثه الصاعدين بلديه المحله، زد، ثم الجونه. نتائج إيجابية للثلاث فرق اللي طالعين من الدرجة. يبقى أبرز الرابحين الأهلي والثلاثي الصاعد والاتحاد السكندري في البورصة وطلائع الجيش. حضرتك ليك رأي تاني في القصة لا ماليش رأي تاني، خلاص الرأي رأيك.